بونجور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيانفوني دو ما كويزين. مرحبا بكم دو ما كويزين. اجوردي جي في بريباري خبز دار نتاع الشعير، دو بان دو لورج. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. بوغ خبز نتاع الشعير، 100 غرام دو سمون دو لورج سميدة الغليظة، سمول غروس 100 غرام، 100 غرام دو سمول فين سميدة نتاع الشعير، 100 غرام سميدة رقيقة، اي 100 غرام دو فارين دو لورج لا فارين، اي 150 غرام دو سمول اكسترا فين، 150 غرام نتاع السميدة الرقيقة لو فينو، عشرة غرام نتاع الخميرة، اي اون كويار كافي دو بلوس، معلقة صغيرة زيادة، اون كويار كافي دو سال، معلقة صغيرة نتاع الملح، اي معلقة صغيرة نتاع العسل، اون كويار كافي دو ميال، اي 350 مليلتر نتاع الماء دافئ، 350 مليلتر دولو تياد. خديت اون بول، غادي ندير السميدة الغليظة، كأس نتاع الماء مغلى، غادي نخليها جبلي كوفغيغ، غادي نغطيها ونخليها تشرب الماء. اي شربت كلشي الماء، اي غادي نخليها تبرد. غادي نسير السميدة، اي الفارينة، فارينة نتاع لورج، اي السميدة الرقيقة، الملح، السال، الخميرة، درت شوية نتاع البلاص حفيرة ولا حفرة ولا، درت فيها الخميرة، غادي نزيد فيها العسل، غادي ندير شويه نتاع الكمون، مابقاش عندي الكمون حبيبات، غادي ندير شويه نتاع الكمون اون بودغ، السميده الغليظه درتها في المجمد باش تبرد ليا بالخف، ابخي غادي نخلطها شويه نتاع الماء دافئ، فوالا لا سمول هاي شربت كلشي الماء، غادي نخلطها مع الفارينة، لا فارين لا سمول، غادي نعجن، نخلط كلشي، يلا خصني شويه نتاع الماء نزيد غير بالتدريج، فوالا جمعت العجينه،
غادي نزيد شويه نتاع الماء، درتها في هنا غادي نخليها 20 دقيقة. العجينة خدات ليا 2 كؤوس عفوا نتاع الماء دافي، كاس واحد ماء مغلى، كاس واحد ماء دافي 400 ملليلتر. العجينة خدات ليا 400 ملليلتر نتاع الماء. خديت شوية نتاع فرين نتاع لوغج، غادي نقطعها على 3، غير شوية نتاع الفرينة، هنا خديت شوية نتاع السميدة الرقيقة نتاع الشعير، خديت شوية نتاع الماء، نديرها في الماء، يبقي نديرها في السميدة، يبقي نقرصها، نقرصوها شوية إلا بغيناها شوية غلاظ نخليهم غلاظ، إلا بغيناهم شوية رقاق نديرهم رقاق. هي غادي نخليهم اونكور يختمروا، ما نخليهمش يختمروا بزاف بزاف، غير كيف يخمروا غير شويه نديرهم في الفران. اي فوالا لي بتي با محرش، طيبتهم ا 280 درجه 20 مينوت من التحت الفور، شعلتهم التحت ومن الفوق. بالصحة والهناء اي بون ابيتي، سي بون افيك لويل دوليف اي سي دو بان صحي.